السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نحمل نظام الاندرويد المخصص للكمبيوتر برايم او اس. هنحمله نسخة اصلية بصيغة ايزو. اول حاجة هنخش على الموقع الرسمي الخاص بالنظام، وان شاء الله هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. اول ما تدخلوا على الموقع هتدوسوا هنا على كلمة داونلود، بعدين هنا هتلاقي فيه 3 اختيارات المفروض انك تظبطهم. اول اختيار اللي هو ديفايس، ده انت بتختار الجهاز بتاعك، بتلاقي فيه اختيارين X86 واختيار تاني اسمه Raspberry Pi Pi 4 and 4P. هنا X86 الاختيار ده انت بتختاره للاجهزة العادية اللي هو كمبيوتر عادي لابتوب كده. اما الاختيار التاني الريسبري باي ده بيبقى مخصص للأجهزة، الريسبري باي الصغير بيبقى عبارة عن كمبيوتر كده صغير يستخدم لكذا حاجة يعني. فأنت طبعا بتختار على حسب جهازك، لو أنت جهازك عادي هتختار X86. بعدين هنا تاني اختيار اللي هو فيرجن، اللي أنت هنا بتختار الفيرجن اللي أنت عايزه من النظام. هنا متاح معاك أحدث حاجة اللي هو البرايم او اس 2.1.3، ده بيكون شغال بأندرويد 11. طبعا متاح معاك اصدارات مختلفة باندرويد 7، ممكن انت تشوف اللي انت عايزه. بالنسبة لو انت جهازك من النوع اللي هو الريسبري باي، خليك في اخر اختيار اللي هو ريسبري باي بي اي 4 اند 4 بي. اما لو جهازك عادي فاختار اي اصدار انت عايزه من الاصدارات دي. انا بالنسبة لي اختار احدث اصدار اللي هو الاندرويد 11. بعدين هنا تالت اختيار اللي هو طيب، انت بتختار نوع النظام انت عايزه يبقى عامل ازاي. هنا متاح معاك يبقى ملف ايزو، ومتاح معاك بصيغة EXE. اول اختيار اللي هو ايزو ده بينزل معاك كأنه ملف ايزو، وبتبدأ بقى انك انت تحرقه على فلاشة لو هتسطبه على جهازك او مثلا هتثبته على جهاز تاني. اما بالنسبة لتاني اختيار اللي هو EXE، ده بينزل معاك النظام يعني كأنه زي برنامج، وانت بقى بتبدأ انك تثبته على الجهاز نفسه، وتقدر تخش على النظام وتعمل ساين اوت وتخش على الويندوز وهكذا يعني. تمام، بعد ما انت ظبطت الـ3 اختيارات دولت هتدوس هنا على داونلود ناو. تمام، هيبدأ اهو دلوقتي انه يحمل، استنى بس الوقت ده هتلاقيه اهو بدأ يتحمل معاك من غير اي مشكلة. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نحمل برايم او اس بصيغة ايزو. لو اي حد عنده سؤال يكتبه تحت في التعليقات، وان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. السلام عليكم.